نشرة المنتصف مباشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. أحكام القضاء تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية في ليبيا. استنفار أمني في محيط المنطقة الخضراء في العراق تحسبا لمظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية. في الاقتصاد، الجفاف يعصف بكبرى السدود بالمغرب والمزارعون الأكثر تضررا. وفي الثقافة، وقفة عند لباس الحايك، سترة المرأة الجزائرية. أهلا بكم من جديد. قضت محكمة الاستئناف الليبية بالعاصمة طرابلس قبول عودة مترشحين مستبعدين من القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية نهاية السنة، وهما محمد خالد الغويل ومحمد أحمد الشريف، اللذين استبعدا في وقت سابق من قبل المفوضية الليبية العليا للانتخابات رفقة 25 مترشحا آخرين على رأسهم سيف الإسلام القذافي. محاكم وقضايا في طريق ليبيا إلى الانتخابات الرئاسية. تلقي المحاكم المدنية والعسكرية بظلالها على المشهد الانتخابي، فبعد استبعاد المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق 25 مترشحا من أصل 73 قدموا أوراق ترشحهم، قبلت محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس طعون كل من محمد خالد الغويل ومحمد أحمد الشريف، وهو ما يعني إلغاء قرار المفوضية السابق وعودتهما مجددا إلى السباق الرئاسي المرتقب في 24 ديسمبر المقبل. يحدث هذا في وقت لا يزال الجدل يدور حول اثنين من أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهما سيف الإسلام القذافي الذي استبعد من الترشح للاستحقاق المقبل بسبب الحكم القضائي الصادر بحقه والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، وكذا المشير خليفة حفتر الذي اجتاز أولى خطوات الاستحقاق بقبول اسمه في القائمة الأولية للمتقدمين للانتخابات، غير أن محكمة عسكرية في مصراتة أصدرت حكماً مثيراً ولافتاً بإعدامه غيابياً في القضية المتعلقة بقصف الكلية الجوية في مصراتة عام 2019 أبان هجومه على العاصمة طرابلس. وقد اعتبر مكتب المدعي العام العسكري الحكم مانعاً قانونياً لترشح اللواء المتقاعد للانتخابات الرئاسية. وكان خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي قد تقدم مساء الخميس بطعن في القرار الصادر ضد موكله إلى محكمة في مدينة سبها التي قدم فيها أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. في خضم كل هذه التطورات التي تشهدها العملية الانتخابية الليبية، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستقرره محكمة سبها الابتدائية التي ستنظر في الطعن الذي تقدم به المترشح وإمكانية عودته لخوض غمار الرئاسيات، كما هو حال المترشحين اللذين أنصفتهما محكمة الاستئناف الليبية. أفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الخميس بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي قلصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني بعد مخاوف من الإساءة المحتملة لاستخدام برنامج تسلل باعته مجموعة NSO الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس. وقالت الصحيفة التي لم تكشف عن مصادرها إن المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات من بين الدول التي سيتم منعها الآن من استيراد تقنية أمن الإنترنت الإسرائيلية، وتم تقليص قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط من أصل 102 وسط انتقادات دولية لاستخدامها في اختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين في دول عدة.
هدد الكيان الصهيوني طهران باستهداف برنامجها النووي بضربة عسكرية، وقال وزير دفاعه بيني غانتش إن بلاده تعمل على تطوير قدراتها من أجل توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، وذلك قبل استئناف مفاوضات فيينا النووية أو فيينا في 29 نوفمبر الجاري. من جديد يتصدر ملف إيران النووي واجهة الأحداث الدولية الكبرى، ووسط قلق من قدرات طهران النووية يسود الرعب داخل الكيان الصهيوني من مضي إيران في مشاريعها النووية، أمر يدفع الكيان إلى إطلاق وعيد وتهديد بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران. لا يجرؤ العدو الصهيوني شن هجوم عسكري على إيران سواء كان محدودا أو موسعا، وطبعا هو كان يتوقع أن تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية وتدخل معه في حرب. الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي ليست في وارد دخول حرب مع إيران، لا من قريب ولا من بعيد. تهديدات الكيان الصهيوني باستهداف برنامج طهران النووي تأتي قبيل استئناف المحادثات في فيينا بين طهران والدول الغربية نهاية الأسبوع الجاري، وسط توتر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زار مديرها العاصمة الإيرانية قبل أيام، رغم تأكيد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تهدف إلى صناعة نووية سلمية وقد أوفت بجميع التزاماتها. تهديدات العدو الصهيوني حول هجوم عسكري سواء كان محدودا أو كان موسعا أو شن حرب على المنشآت النووية أو الأهداف الحيوية، في الحقيقة يرجع هذا التهديد إلى عدة أسباب. السبب الأول هو اقتراب بدء المفاوضات في فيينا للجولة السابعة بين مجموعة 4+1 مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الولايات المتحدة كانت سباقة إلى استخدام لغة التهديد حيال إيران، حيث قالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال لم تعد طهران إلى طاولة المحادثات حول برنامجها النووي التي من المقرر أن تستأنف الأسبوع الجاري. أفاد قائد القوات البرية البريطانية الفريق رالف فوديس بأن بلاده تخطط لإرسال عدة مئات من المعدات العسكرية إلى ألمانيا لاستخدامها في حال نشوب حرب مع روسيا. ونقلت صحيفة The Times عن تصريح للفريق مفاده أن لندن في ضوء إجراء الإصلاحات الواسعة في الجيش البريطاني تنوي إنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في ألمانيا وكينيا وعمان، وأوضح أن الوحدات الجديدة ستضم الدبابات المحدثة من طراز شلانجر 3 والناقلات المدرعة من طراز بوكسر والمركبات القتالية من طراز أجاكس وأسلحة مدفعية ومركبات لرفع الألغام والطائرات بدون طيار. اتهمت إثيوبيا الخميس الولايات المتحدة بنشر معلومات مغلوطة حول الأوضاع الأمنية في الدولة التي تشهد حرباً، محذرة من أن ذلك قد يضر بالعلاقات الثنائية. وأمرت وزارة الخارجية الأمريكية في 5 نوفمبر الجاري بسحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في أديس أبيبا بسبب النزاع المسلح والاضطرابات المدنية ونقص محتمل في الإمدادات بحسب تعبيرها. الحرب المستعرة رحاها حاليا في إثيوبيا أدت إلى تحول في علاقات الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولأول مرة ربما في تاريخها لتشهد حالة من التوتر غير المعهود. وهذا ما بدا جليا في اتهام إثيوبيا الخميس الولايات المتحدة بنشر ما أسمتها معلومات مغلوطة حول الأوضاع الأمنية في الدولة التي تشهد حربا طاحنة. أمريكان الأمريكيون في السابق كانوا ينشرون معلومات مفادها أن أديس أبابا محاصرة، والآن أضافوا إلى هذه المعلومات المغلوطة أن هجوما إرهابيا سيتم تنفيذه. هذه هي تصرفات تضر بالعلاقات التاريخية بين البلدين.
يبدو أن سفارة الولايات المتحدة أثارت غضب حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عبر إصدارها هذا الأسبوع تحذيرا من خطر هجمات إرهابية في إثيوبيا، الأمر الذي حدا بمناصرين للحكومة الإثيوبية إلى التظاهر أمام سفارتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العاصمة أديس أبابا ملوحين بالأعلام الإثيوبية ومرددين شعارات ضد التدخل الأجنبي. وتسلط اتهامات إثيوبيا الضوء على التوتر المتزايد بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والقوى الدولية وعلى رأسها واشنطن التي كانت تعتبر إثيوبيا شريكا أمنيا مهما في منطقة القرن الإفريقي المضطربة، لكن العلاقات تدهورت بسبب الحرب الداخلية المستمرة في إثيوبيا منذ أكثر من عام. وتدور حرب بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والقوات المتمردة في إقليم تيغراي شمال البلاد منذ أكثر من عام في صراع تسبب في مقتل الألوف وتشريد الملايين في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان. فرضت قوات الأمن العراقية اليوم إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد بالتزامن مع تجدد التظاهرات لأنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني عراقي في قيادة شرطة بغداد قوله إن قوات مكافحة الشغب وقوات أمنية أخرى فرضت إجراءات مشددة بمحيطي المنطقة الخضراء في بغداد تحسباً لأي طارئ قد يحصل في التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات والتي ستنطلق اليوم. ومن المقرر أن تعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة تمهيدا لتصديق المحكمة الاتحادية العليا عليها لتكون نهائية وقطعية. أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق حسين حمى كريم قطع إيران إمدادات المياه عن الإقليم بنسبة 100%، وقال المتحدث إن 70% من مياه نهر سروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي إقليم كردستان، وقطعت إيران هذه الإمدادات وغيرت مسارها كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ولهذا انخفضت نسب مياه الأنهار في إقليم كردستان بصورة ملحوظة. اتهم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون باستفزازه لاستقباله في قصر الإليزي خصمه الأبرز الرئيس البرازيلي الأسبق اليساري لولا دا سيلفا. وقال بولسونارو في مقابلة إذاعية: لقد كان ماكرون دائما ضدنا، لقد هاجمنا دوما بشأن قضية الأمازون، لذلك فإن هذا الأمر يبدو حقا استفزازا، مضيفا بالقول أن ماكرون ولولا دا سيلفا يتفقان جيدا، هما متفاهمان ويتحدثان نفس اللغة. وكان ماكرون قد خص الرئيس البرازيلي الأسبق الأسبوع الماضي باستقبال رسمي في قصر الإليزي. حذر المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض من ارتفاع كبير متوقع لانتشار فيروس كورونا خلال الشهرين القادمين، فيما أعلنت معظم الدول الأوروبية عن تدابير حجر وإغلاق في مواجهة موجة تفشي الفيروس بسبب الكشف عن متحور جديد. تعليق للرحلات الجوية القادمة من دول جنوب القارة الإفريقية. اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية على خلفية ظهور متحور جديد لكورونا في جنوب إفريقيا كإجراء وقائي يحد من انتشار الوباء. المتحور الجديد الذي يتميز بسرعة انتشاره دفع إيطاليا لغلق أبوابها في وجه من زاروا بعض دول جنوب إفريقيا خلال الأسبوعين الأخيرين، فيما وضعت بريطانيا 6 دول على القائمة الحمراء وأوقفت مؤقتاً الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني. المغرب علقت هي الأخرى رحلاتها الجوية الآتية من فرنسا ابتداء من اليوم. غداة تشديد الإجراءات في فرنسا وتجاوز عتبة 100,000 وفاة في ألمانيا، بينما تستعد هولندا وبلجيكا المجاورتان لاتخاذ قرارات يصعب على السكان قبولها أحياناً، خصوصاً في هولندا بحسب وسائل إعلام محلية، وسط مطالب بتقييد حركة السفر داخل القارة الأوروبية والسماح للحاصلين فقط على اللقاحات المعترف بها بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.
مخاوف زاد من تفاقمها ما كشفته وكالة الأمن الصحي البريطانية بخصوص المتحور الجديد، إذ وصفته بالتحدي الأكبر منذ بداية الوباء بالنظر لامتلاكه قدرة على التحول تفوق بضعفين قدرة متحور دلتا، فضلاً عن اللقاحات قد لا تكون فعالة إزاء هذا المتحور الذي سجلت معظم إصاباته بين الشباب. في الاقتصاد، تراجعت أسعار النفط إلى أكثر من 1% الجمعة بفعل مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل، ووصلت العقود الآجلة لخامبرانت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي منخفضة ب96 سنتا بنحو 4%، لينخفض إلى أقل من 80 دولارا للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.35 بما يعادل 0.17 نقطة مئوية ليصبح $77 للبرميل. يأتي انخفاض النفط بالتزامن مع تراجع بقية أسواق المال بفعل مخاوف من أن تتسبب السلالة الجديدة في تباطؤ النمو الاقتصادي وفرض قيود على الحركة والانتقال مجددا. يواجه المغرب أسوأ أزمة جفاف تعصف بالبلاد منذ عقود بتراجع المنسوب الإجمالي لسدود المملكة بنحو 60% في ظرف أقل من عام، وضع أجبر السلطات المغربية على إعلان حالة طوارئ شمال البلاد في وقت يهدد الشح المائي القطاع الفلاحي أبرز ركائز اقتصاد المملكة. في ذروة موسم التساقطات المطرية تتعمق حالة الشح المائي التي تعصف بالمغرب لتتحول إلى أزمة جفاف حادة تعصف بكبرى الأحواض المائية على غرار السدود، بتراجع معدلات التساقطات المطرية بحدود النصف السنة الجارية للعام الثالث على التوالي. أمطار شحيحة رسمت عجزاً مائياً عبر 7 أحواض مائية كبرى بالمملكة شمال البلاد، بتسجيل انخفاض منسوب السدود بنسبة تجاوزت 34% في ظرف عام واحد، لتصل الكميات المحجوزة إلى 5 ملايير متر مكعب، ما يمثل تآكل نحو 60% من منسوب سدود المملكة في أقل من 12 شهراً. وضعية حرجة تهدد مساحات فلاحية واسعة وتعصف بنشاط المئات من الفلاحين ركيزة الاقتصاد المغربي. مؤشرات سارع وزير التجهيز والماء في المغرب نزار بركة إلى وصفها بالمقلقة في أعقاب اعترافه أن الوضعية المائية تسببت في عجز تزويد ساكنة 3 أحواض كبرى بالماء الشروب على غرار ملوية التي شهدت جفاف أطول أنهار المملكة لأول مرة في التاريخ، ما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ شح مائي شمال المملكة. في الثقافة، ساهم الفنان التشكيلي الجزائري صالح حيون في التأريخ للثورة الجزائرية عبر الفن التجريدي والمنمنمات والنقش. الفنان وظف موهبته في خدمة وطنه، لنتعرف عليه في هذا التقرير. لم تكن الكتب وحدها شاهدة على أحداث الثورة التحريرية، أعظم ثورات القرن العشرين، فالفن التشكيلي هو الآخر توج كشريك في عملية التأريخ. فنان يبحث عن الضروريات، هكذا وصف الفنان التشكيلي الراحل صالح حيون من قبل أصدقائه الذين قدموا 100 لوحة في الذكرى 4 لرحيله في معرض احتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا. حيون رصد معاناة الجزائريين خلال حرب التحرير، فأبدع لوحات مناضلين وزوجات شهداء وأمهاتهن، فانتقل بين مدارس فنية مختلفة كالتجريد والمنمنمات، كما اعتمد عدة تقنيات كالزيت والألوان المائية وفن النقش. صالح حيون درس الفنون الجميلة في الجزائر وباريس، وشارك في معرض جماعي عام 1965، وقدم أول معرض فردي له في عام 1969.
جدارياته الفنية التاريخية لا تزال تزين متحف الجيش، واستضافته الكثير من الأروقة والمعاهد والمراكز الثقافية الأجنبية في الجزائر. شاهد على التاريخ، هكذا كان صالح حيون الذي وظف فنه وموهبته لإضاءة حقبة استعمارية، فكان مؤرخاً استثنائياً من خلال الصورة. كان الحايك في وقت قريب جزءاً من الهوية الجزائرية تزينت به النسوة في شوارع الجزائر، هو لباس تقليدي تمتد جذوره إلى حضارة الأندلس، نتعرف عليه في هذا التقرير. واحد من الألبسة التقليدية المعروفة في المغرب العربي ككل، يعد رمز الثقافة الجزائرية الضاربة في جذور التاريخ. الكثير من الأجيال عاشت زمن الحايك الذي زاد جداتنا وأمهاتنا بهاء وحياء. أصل تسمية الحايك أو الحيكة، ويسمى بالتلحيفة، ذو أصل أندلسي، ويسمى في تونس السفساري، وكان يسمى في الأندلس بالملحفة. انتشر الحايك سريعاً في جميع أنحاء المغرب العربي، وهو لباس يصنع من قماش أبيض اللون تقتنيه المرأة الجزائرية لإخفاء جسمها، وأحياناً تضاف له قطعة قماش صغيرة لتغطية الوجه وتسمى العجار، وهو ما جعله رمز السترة والأصالة. عرف الحايك في معظم ولايات الجزائر من شرقها ووسطها وحتى غربها رغم اختلاف تسميته، ففي الشرق ينادونه الكساء أو الكساء، وفي الوسط الحايك، وتنوع باختلاف المناطق. ففي أقصى الصحراء الجزائرية ينتشر ما يسمى بالحايك المرمى، وهو من أغلى أنواع الحايك. أما الحايك العشعشي المعروف في غرب الجزائر وبالتحديد في مدينة تلمسان، فيختلف عن الحايك المرمى لكونه ذا تطريز باللون الأصفر تلبسه عامة نساء المدينة. وأخيراً الحايك السفساري في شرق الجزائر ظهر مع اللاجئين الأندلسيين وأصبح من عادات نساء الشرق. مع مرور الزمن والسنون افتقدنا هذا اللباس الأصيل داخل المجتمع الجزائري. هنا ظهرت مجموعة جمعيات تنشطها نسوة جزائريات لإطلاق عدة مبادرات، محاولة منهن إحياء هذا الزي التقليدي من جديد وإعادة مكانته، لأنه يبرز الهوية وجزء من الثقافة الجزائرية. أعادت مصر افتتاح طريق المواكب الكبرى التاريخية المعروف بطريق الكباش مساء أمس الخميس في احتفال ضخم بمدينة الأقصر في صعيد مصر، ويبلغ طول الطريق نحو 3 كيلومتر وعرضه 76 مترا، على جانبيها أكثر من 1000 تمثال لأبي الهول برأس إنسان وبرأس كبش في رمز للإله أمون. وخلال فعاليات الافتتاح قال وزير الآثار المصري خالد العناني إن الحدث الأساسي هو الكشف عن طريق الكباش أكبر مشروع أثري مصري منذ عام 1949. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية النشرة، يلقاكم زميل خالد معزوزي بعد قليل في النشرة الرياضية، في أمان الله.